تشاو جايز، كيفكم اليوم؟ صرنا زمان سوري لانه تاخرنا عليكم، مشغولين شوي. ايوه اشتقنا لكم كثير اكيد، مبسوطين. وشكرا على الكومنتس، ثانك يو سو ماتش، ثانك يو يعني فور الفولورز وفور الكومنتس وكل شيء، يعني كل عن جد في كثير عالم مناح والحمد لله، يعني يعني وي ار ريلي ثانك. اوكي اليوم موضوعنا شو؟ توب 5 برفيومز، يعني اور فيفرت برفيومز. اكيد يعني عندنا كثير برفيومز مثل كل العالم، بنشتري هيك من هون ومن هون ومن هون، بس عندنا يعني توب 5 يعني اور فيفرت. فعندنا انا عندي 5، هو عنده كمان 5، وكمان عندنا 5 لإلنا يعني يونيسكس بنستعملوهم سوا. نبلش معك يلا؟ معي؟ أكيد. أوكي نبلش من الخامس وبنزل للأول. أوكي أنا بشوف الخامس بعدين أنت الخامس. أوكي. So number 5 Givenchy play. ليه؟ هذا بتذكر لما ظهر كنت بباريس وحطوا لي اياه، كان بعده يعني عم يعملوا ادفرتايزنج، حطوا لي مثل بريسلت هيك صغير، كيف بدي اقول لكم، بيجي سوا حرير، بيجي حرير ورشوا لي عليه بالضبط، ورشوا لي عليه. وقتها انا تركته هداك ورحت للبيت ونمت، وطول الليل عم شم ريحه بتجنن يعني، عم شم البريسلت وضل بايدي شي 48 hours، تحممت وهيك وضلت الريحه، فقررت اشتري هالبرفيوم. ف البرفيوم يعني في ميموريز وهيك. unfortunately هلا I think وقفوه، ف بتلاقوه عند اللي بيرجعوا، كيف بدي اقول لك، ريفندور يعني ريسيلينج بيبيعون، فممكن تلاقوه. لهيك انا يعني ضل في بس هاد، صار لي شي 3 سنين كمان جبته من عند ريسيلر، بعد في شوي هيك وتركته خايفة يعني. قد ما كتير بحبه هالبرفام، هلأ كتير هو انتنس يعني كتير strong، بس بيعقد يعني، بعدين النوتس اللي بيعطيهم بعدين كتير حلوين. نمبر 5 وما بيذكرك بشي تاني كمان؟ بيذكرني اول مرة يعني we did trip انا وياه. فجابيه لانه كان بيعرف انه كثير بحبه. جابيه وانا جبت له كمان بلاي رجالي، كمان كثير حلو البلاي الرجالي. صرنا زمان، صار لك زمان. صرنا زمان ما اشترينا لانه البلاي الرجالي بعد ما ما وقفوه. بس هاد في البينك وفي البيربل، بس البينك كثير حلو كمان، كان عندي اياه بس ماي فيفرت هو البيربل. اوكي. طيب انا حاحكيكم على نمبر 5 يعني من ورا لقدام، حنبلش بهيدي. هيدي الازارو، انا بعشق الازارو ان جنرال يعني، وبحب الكوليكشن القديم اكثر شيء، اللي هي هيك انيني قديمه ازارو، مش متذكر اسمها بس بحبها، وبالعاده بتكون عندي بس حاليا مش موجوده. هيديك بتذكرني بصغري انا وصغير، بيي جاب لي هي اول انينه برفان، بجيب لي هي بيي، ف حتى لو ما بستعملها بحطها لانه هيديك ريحتها كتير قويه لسهره على شيء، حتى لو ما بحطها يعني بشمها هيك كل فتره وفتره، بحب شمها لانه بتذكرني بصغري، وبتذكرني اكيد بوالدي العزيز اللي بحبه كتير يعني. فهيدي ريحتها كمان كتير حلوه، بحطها هي اكتر للديلي يوز يعني. اوكي ذس از ماي ازارو وونتد. اوكي ازارو وونتد صح. نمبر 4 رابع واحد، روجي غالي جنجمبر. جنجمبر ات مين جينجر بالانجلش يعني زنجبيل. اوكي هي كمان عندها قصه، هي عندها قصص كثير عن جد. هي سعرها كثير معقول يعني صراحه. هي كولكشن روجي غالي بتلاقوها بالصيدليات اكثر شيء. انا اشتريتها من باريس مونوبري اول مره، نفس الشيء نفس القصه، رحت لمونوبري وكانوا عاملين هيك حاطين ستاندات ميك اب وشغلات جديده، وانا بعشق الميك اب فرحت،
فكانوا حتى مستند روجي غالي، وانا روجي غالي بيذكرني كمان بطفولتي لانه امي وبي كانوا بيجيبونا من اوروبا بدلوا يجيبونا صوب يعني صابون هيك سكوير روجي غالي خاصه الاحمر، فكان يعني هيك بيجي بعلبه حمراء فالفيت وجوا جوا في هيك مثل حرير وهيك، فكتير يعني هيك لاكشوري وهيك، فعندي هالميموري. فلما شفت روجي غالي قلت يلا خليني اتذكر طفولتي وهيك، فصرت شم لانه عندهم كولكشن كتير كبير، فحطيت هاد وحطيت تاني كمان، هو بيجي بينك كمان جينجر، شميتهم اثنيناتهم حطيتهم علي، وهاد حطيته بظن على السكارف اوكي، وعادي وشريت شويه ميك اب ورحت للبيت، رحت للبيت عادي تحممت وهيك، رجعت حطيت هذاك سكارف دهرت وعم شم. ما نمتي فيه للسكارف؟ لا لا عم شم الريحه هوا، بتعرفوا برد بباريس وهيك هوا والريحه هيك، دغري رحت لمونوكي واخذته، واخذته هو واخذت الاثنين لانه ما كنت متاكده منيح منيحه اي واحد يعني، رجعت شميت وهيك بس اخذتهم اثنيناتهم. البينك كمان كثير حلو بس البينك سويت اكثر، هذا فريش اكثر. اوكي نمبر 4 روجي غالي جانجون. اوكي طيب انا حاحكي هلا على الدوتشي غابانا كينج، هيدي ريحه ريسنتلي انا جبتها وعجبتني كثير، كثير فريش بستعملها بالنهار، هي بارفان جديد اجمالا، سعره ما كثير غالي يعني بس كثير انيني مرتبه وحلوه وايزي تو يوز يعني باي داي للظهرات بالنهار وهيك، حلوه فريش ورجاليه بكل معنى الكلمة رجالية it's very يعني men perfect. طيب okay. شو عندك هلا بعد؟ number 3 okay number 3 okay هال collection من Hermes أنا بعشقها، collection في عندهم 5 perfumes okay كلهم يعني جاردان جاردان شي جاردان it mean garden يعني بالعربية هو garden بالعربية ما بعرف كيف بيقولوا بس حديقة بالضبط ايه، وهذا جاردن سور لو توا يعني اتس وان اوف ماي فيفرت، انا عندي اياهم كلهم كل الكولكشن بس وان اوف ماي فيفرت، في عندي من هالكولكشن يعني اتس ماي بيست وان ماي بيست يعني، وراح تشوفوه ذا فيرست وان راح يكون، بس هاد كمان بعشقه، وهذا على روز مع انه ما بحب انا ريحة الروز كتير يعني، بس على روز وفريش بنفس الوقت يعني، كيف بدي اقولكم عن جد ريحة بتعقد. نحنا ما حبينا نحكوا اليوم على النوت دو كور ونوت دو فون وهيك شيء يعني الهارت نوتس وهيك لانه بتاخد وقت كتير. جاردن سور لو توا من ارميس. اوكي هحكي هلا على ديور سوفاج، هاي القنينة معروفة كتير ومحبوبة، بس أنا بحب هيدي القنينة very special for me لأنه هيدي ياسمينة جابت لي هي هدية ومكتوب عليها love you عمر، ما بعرف إذا قادرين تشوفوا، هاي مكتوب عليها love you عمر، ريحتها كتير حلوة رائعة كمان بعشقها، أوقات كتير بحطها بالليل على سهرة على شي مناسبة حلوة، هاي بتعني لي كتير أنا كمان، ريحتها رجالية كتير قوية و كلاس يعني، بتحسي انه هيدي بارفان كلاس كلاس خارج... انا كمان بحبها خارج سهره خارج مناسبه هيك يعني، وبس شم ما بتذكرني بكثير شغلات يعني بتخصنا اكيد اكيد اوكي نمبر 3 جربوها جربوها كثير حلوه سوفاج شباب جربوها نايس وان، وإذا بتتذكر كانت ليميتد إديشن للعلبة بتتذكر ايه مظبوط ايه كانت ايه علبة بقلب ايه علبة ايه والعلبة البلاك وكمان انجريفز وهيك يا عم نيالي اوكي سو نمبر 2 فور مي هي اود لانجري من غيرلان، اود لانجري من غيرلان كمان هي كولكشن برايفت كولكشن ما بتلاقوها بكل المحلات، ممكن تلاقوها مرات بيحطوها بسيفورا بس انا بشريها من عند غيرلان، بتلاقوها كمان بال بي اش في يعني بي اش في، بتلاقوها بلافايت اكيد بس اكثر شيء غيرلان يعني، انا اشتريتها من عند غيرلان، هي بتجي فيها هيك كيف بدي اقولكم شيء هون شرشوبه هيك ورده صغيره ورده مش ما بعرف وينها اساسا، راحت لي هي كمان كولكشن نفس الكولكشن اود لانجري
في كتير يعني، بس هاي it's my favorite. كنت استعملوها هاي للتياب لكل شيء تياب، كنت استعملوها كمان للتخت وهيك، وفي كنت استعملوها عليكم لكم ريحتها هي fresh بس بودغي يعني powder. number 2 بحطها انه كتير كتير بحبها. اوكي يوغو بوس نايت، اللي بيعرفوني اكيد بيعرفوا كتير منيح انه انا من عشاق اليوغو بوس، ان كان هيدي ولا في كتير كوليكشن انا بعشقه. عندي كتير، عندي الجولف، عندي الترانسبرا، عندي كتير، بس انا هيدي حبيت فرجيكم عليها اليوم، حطيتها من ضمن الخمسة اللي موجودين عندي. كمان بيرفيوم كتير رائع بحبه انا، فيني رش. هلا وصلنا للنمبر 1 فور مي. مثل ما قلت لكم هي من ارمس، من الكوليكشن تبع جاردا، وهي جاردان سولوني. هاي شو بدي اقولكم، ات ماي لايف عن جد. هالبارفان ما فيني اعيش من دونه. كيف بدي اقولكم، صار لي من لما يعني اي ديسكفرت شيء ما بعرف 30 انينه فضيتها عن جد. صار لي انا كل ما اغلب اشتري لها شيء هديه كذا، هي بروح بجيب لها هيدي وبتفرح فيها كانها اول مره بجيب لها هيدي. بالضبط. بدل بيحط لي اياها يعني. صار لي شيء هلا هاي مفتوحه وعندي اثنين مسكرين. وعندي وحده بعد فيها شوي وفي هاي كمان. لا هاي من الكولكشن اللي عم اقولهم، من الكولكشن هاي ارمس جاردا عندي اياهم كلهم. بس هاي يعني بعشقها. هاي كمان قصتها نفس الشيء، انا بحب جرب بس انا كثير كومبليكيتد بالبرفيوم، ما بشتري اي برفيوم او بيظهر برفيوم على السوق يعني هيك بروح بشمه وخلص بشتري يعني. لا انا بحب جرب وبدي هيك شيء بيكون يونيك يعني، اذا بتحبوا عن جد شيء بيكون يونيك يعني شيء غير. هذا كل ما بحطه ما في حدا ما بيقول لي شو حتى برفيوم شو حتى برفيوم شو حتى برفيوم. واجمالا البرفيوم يعني لما تحطه عليك بتطلع ريحته غير من عن حدا ثاني. ايه بالضبط. ايه فكرمال هيك دائما انتم قبل ما تشتروا للبرفيوم جربوه على السكن تبعكم وخلوه وشموه كل شوي، شموه يعني عشان تشوفوه بيطلع حلو ما بيطلع حلو. بالضبط. فهي نصيحة لكم كمان يعني. لأنه تفاعل البرفيوم غير من شخص لتاني على حسب سكن تبعكم يعني. فإذا بتحطوه ممكن ما بيعجبكم، ممكن ما بيجيكم منيح، فدايما لازم تجربوا البرفيوم قبل، بتخلوا 24 أو 48 ساعة بعد وبتشوفوا كيف بيعمل. فهذا كتير فريش، هذا صراحة فيكم تحطوه بالليل، بالنهار، بالصيف، شتوي، ايمتى ما بدكم. انا بشوفه هذا يونيفرسال عن جد يعني، one of the universal perfume يعني، فيكم تحطهم بأي occasion يعني. عن جد هذا رائع، it's my best. بعشقه. Very fresh، very كيف بدي اقولكم fresh بس intense بنفس الوقت. وبعدين كيف بيطلع ريحة، وكل ما بيضاين يعني كل ما بيقعد يعني. عن جد جربوا اذا حابين يعني شيء هيك مختلف، روحوا لسيفورا او روحوا اي محل بيبيعوا ارمس، شموه، حطوه، جربوه، رجعوا لي خبر. اوكي نمبر 1 تبعي انا. شو هاي؟ مونبلو. اوكي مونبلو اكيد بارفان معروف وكثير ناس بحبوه بيعشقوه، انا واحد منهم. هيدا كتير بحبه أنا، ولما بحب يكون عندي سهرة مميزة بحط هالبارفوم. هيدا رائع وكمان له ذكريات كتير حلوة عندي. يا جماعة أنا بنصحكم فيه، it's really nice amazing ورجالي. أنا كتير بعشق هالبارفوم عن جد يعني، it's my favorite as well عن جد. رجالي محروم رش هلأ لأنه ممنوع عشان البيبي، بس شغلة كتير رائعة يعني. اوكي هلا بدنا نحكي على اليونيسكس. اليونيسكس بيرفيوم تبعهم على اللي نستعملهم انا وياه. كمان عندنا توب 5 بس هولي عن جد مميزين، هولي عن جد مميزين عن جد، وكل قنينة لها قصة يعني اذا بدنا نحكي. بالضبط. وهولي مش بس كيف بدي اقول لكم، مش بس توب 5 عندنا، بس بنفضلهم على على كل شيء على اللي نحبهم نحن يعني، اللي فرجيناكم اياهم هولي عن جد عنا واو واو واو.
وشوي اغلى كمان. ايه يعني بالرنج بتكون شوي اغلى. طيب شو بنبلش بشو؟ بنبلش بخامس وحدة. اوكي خامس وحدة هي كوليكشن بريفي 2004. هي الكوليكشن برايفت كوليكشن تبع ديور. هي بوا دارجون. هي المفروض بتجي هيك الأنينة. هيك بتجي الأنينة. هي كوير كناش كمان من ديور. بوا دارجون كمان نفس الشيء. بنحبوه كتير. بنحطوه أنا وياه. يعني بس it's very strong. يعني بنحطوه أكتر شيء شتوي. واكثر شيء سهر او هيك عن جد يعني اوكيجن تكون فيها عالم وهيك انه اتس يعني في بارفان ما فيك تحطيها كل يوم يعني. ايه في بارفان بدك تحطه ليذكرك بشيء معين ليكون عندك اوكيجن كثير مهمه او سهره حلوه او هي تحطه عشان يذكرك بهذه السهره بالضبط. وحتى تحس حالك انه انت فريش و وسيلف كونفيدنت وهالقصص. هذا كمان بوا دارجون يعني معروف خاصة بفرنسا. عالم كتير بتحبه. بوا دارجون معناتها بوا خشب يعني. وارجون سيلفر معناتها. فخشب هو ريحته خشب عن جد. شترونج كتير. ومميز كمان. بس هي مش لكل يوم يعني. ومش لكل اوكيجن. لهيك مرة على مرة. واكتر شي شتوي. اوكي. اللي بعده هذا اتيليي روبو 1895 يعني اتيليي روبو ما بعرف كيف يعني بيقولوا بالانجليزي هو فرنسي من 1895 بيعملوا بارفيومز وهولي كمان البارفيومز صيدليين ريحته كثير حلوه فريش فيري فريش فريش كثير. هذا جبناه من اسطنبول تركيا. منطقه كثير حلوه على البحر. قريبة على نصرت مطعم نصرت اللي تحت مش اللي فوق مش اللي دابان مطعم نصرت اللي على البحر. فتغدينا هنيك ونحن ونازلين مرقنا شفنا محل ببيع بس هيدا البارفان. فتنا والله جرقنا وفتنا وعجبنا كتير كتير كتير. It's more daily use very fresh. كتير حلو. شرينا هذا كوفخي يعني شرينا الست مع الكريم كامل. بالضبط. فتنا شمينا كذا كلهم صراحة حلوين. كلهم حلوين بس قررنا هذا لأنه عن جد هذا كتير مميز. وهذا كمان لما نحطه كل العالم تقولنا شو هالريحة بتجنن وما في منه يعني. so I think يعني you can order it online. I think بس عن جد كتير كتير حلو مميز ويونيسكس. وهولي كلهم أتولي غبر بيجوا يونيسكس. اوكي نمبر 3 نمبر 3 جو مالون مير انتونكا. هذا صراحه نحن when we discovered البارفان انا بعرف البراند من زمان كتير. جو مالون هو براند انجليزي. ومره كنا انا وياه باللوفر بباريس باللوفر ايفولي في محل جو مالون. ونحن مارقين قلت له لازم نرجع نفوت لانه كل مره بحب اجرب هالبراند بس ولا مره جربته مزبوط يعني بس هيك مرقه وخلص لازم نجربه. فتنا جربنا هيك كم واحد وجربنا واحد شو بدي اقولكم مش هذا مش هذا مش هيدا وشمينا هذاك لا 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 وعشقناه وشرينا وقتها لا ما شرينا وقتها حطينا ورحنا وثاني يوم رجعنا كمان نفس الشيء جربنا رجعنا لما رحنا للبيت جنينا بدنا نرجع نروح يعني ثاني يوم. او بتذكر ثاني يوم كان عندنا شغلات كمان ما قدرنا يعني ويعني خلص هالبرفيوم شو بدنا رجعنا وشرينا. وبعدين كمان مثل ما بتعرفوا انينه ورا انينه رجعنا كمان رحنا بنفس المحل باللوفر من سنتين كمان رجعنا نشتري نفس البارفان. وهاد كنا شميناه من قبل بس لانه خلص ما فينا نشتري لانه كتير غالي كمان ما فينا نشتري كذا بارفان شرينا قررنا على واحد. لما رجعنا شميناه رجع عجبنا فاخذنا بس انينا من اللي بيعجبنا وانينا من هاي ميغان تونكا. فكمان كتير بنحبه يعني عن جد كمان هو مميز كتير وسترونج فيري سترونج. بنحطه اكثر شيء اوكيجنز اكثر شيء سهرات دهرات بنحطه صيف وشتاء رائع لانه بعدين يعني
ريحته بتطلع حلوة. اوكي فهذا نمبر 2 ميغان بونكا، وكمان شريناه من ديوتي فري تبع تركيا. ايه مزبوط. كل ما منسافر عم نجيب، لانه بالديوتي فري تبع تركيا ارخص شيء. ارخص شيء بتركيا. مزبوط. ايه ارخص مزبوط. من فرنسا اخسر. مرة عملنا ترانزيت بتركيا. ايه بس من شانهم. عشان نشتري. ورمان ناكل برجر كمان. ايه والبرجر. بعدين نحكي عن والله قصة. جايينكم. اوكي. اوكي. نمبر 2. هيدا. هيوج. فيري هيوج بوتل. اوكي هذا ارمس كمان. فيرد ارمس. كتير حلوة فريش. هيدي يونيسكس كمان من اهم البرفيوم اللي بنستعمله نحن. هولي صرنا قد ايه بنستعملها نحن؟ اربع سنين كمان. ايه اربع سنين. لانه شريناها باجفي. انا بتعجبني البطل كتير بحبها. وريسنتلي اجتنا جيفت، ما بعرف كيف عرفوا انه نحن من عن جد من اللي فوق. ايه اجتنا جيفت نفس القنينة. بس لصغيرة. لانه في هاي الميتين ملي هاي نحن دايما بنشتري من ديوتي فري او بنروح لباريس من سيفورا لانه بيطلع لنا 25% مرات. فبناخده دايما البوطل الكبيرة لانه بنستعملها كتير كمان. وكم ما بعرف كم بوطل يعني فضيناها. فبنفضل نشري ال 200 ميلي لانه بنحطها كتير. بستعملها كتير انا. وهي كمان هالبارفان لما كنت استعملها للشغل فترة بس قالت لي انه يعني فضيتهم كلهم يعني بشي شهر شهرين فضلوا شي اثنين أنان. وهي كمان ارمس يعني بضل مش رخيصة غالي. بالضبط. اوكي انا كمان كنت بحطها على الشغل بس كمان هو بيرش بيتحمم. ايه وين ما بنروح بيسألونا شو حاطين. اوكي نمبر وان هلا. نمبر وان مين بدو؟ انت انا وليك. هاي جمل جمالهم كمان. هيدي اللي حكيناكم عنها من الاول. هيدي اهم بارفيوم عنا. يعني شغلة اميزنج رائعة يعني جدا رائعة. يعني بالبيراميد بالهرم عنا نمبر وان هي دارك امبر اند جينجر ليلي. هالبارفيوم كي بدي اقولكم عليه ريحته واو عن جد. ريحته بتجنن. هاد for me يعني for him it's the best it's the best صراحة. one it's ever يعني صراحة. عن جد يعني مش بس بكل البرفيوم تبع العالم شمينا كتير وجربنا كتير ورحنا لمحلات كتير بس هاد يعني ما عم نغيره ما عم من لما قلنا لكم القصة انه فتنا وشمينا وجنينا عن جد. هيدا هو يعني we became crazy عن جد من وراء هالبرفيوم. ومثل ما قلت لكم رحنا وقعدنا يعني لجبناه لارتحنا. فهاد كل ما بنحطه وكل العالم تسألنا عليه كمان نفس الشيء. انا بنصح كل كابل بحبوا بعضهم يجيبوا هيدا عن جد البرفيوم قد ما بنحبه. مرة شمينا شمعة لأنه كتير بنحب الشموع كمان عنا كتير شموع بالبيت. شمعة من عند Bath and Body Works. بعدين بنجيب لكم إياها بنفرجيكم إياها. شميناها بتشبه كتير هالبرفيوم. فاشترينا يعني شي 20. Unfortunately هلأ وقفوها لأنه كانت مثل Limited Edition. عملوها لسنتين. كل مرة كنا بنشري. هلأ بعد عنا اثنين بس. اثنين ويعني واحدة نص واحدة فيها شوي. تاكينهم يعني لشي هيك occasion كتير واو لنشعلهم. كنا بنضل نشعلوا بيتنا كله كان هاي الريحة. يعني تخيلوا انتو كل البيت هالريحة. قد ما بنحبها. عن جد يعني it's our favorite. مثل ما عم تشوفوا فيها الامبر يعني العنبر. جينجر الزنجبيل جنجام والليلي الفلاور بالضبط. بس ما بدنا نحكيكم على الديتيلز. اذا حابين تشوفوا الهارت نوتس يعني نوت دو كور ونوت دو فون هيك روحوا على جوجل وشوفوا بيعطيكم هلا جملهم اجمالا. يو كان جو ذير اند يو كان دو يور اون بيرفيوم. فيكم تعملوا البيرفيوم اللي انتم بتحبوه بالضبط. بعدين في خصوصيه للجملون انه يو كان ميكس اول ذا بيرفيوم توجذر فور اكزامبل. يعني فينا نرش من هاد من هاد بنفس الوقت.
يعني بنفس الوقت، ولما بترشوا لما بتعملوا الميكس كمان بيعطيكم ريحه ثانية غير. هي ريحة غير. ف you can mix all together. اوكي، ونحن اليوم وصلنا لاخر حلقتنا. هاي هي الحلقة. لاخر الفيديو. ان شاء الله بتكونوا حبيتوا الفيديو. وان شاء الله تكونوا انبسطتوا معنا، وان شاء الله ما ضايقناكم كتير وما كنا كتير، ما طولنا كتير عليكم لانه ما حكينا على الديتيلز، حبينا بس هيك نكونوا خفاف وزراف. بالضبط. خفاف على القلب. هي فعملوا لنا سبسكرايب وعملوا لنا لايك اذا حبيتوا الفيديو، اذا ما حبيتوا اكيد فيكم تعملوا ديسلايك، نحن بنقبل كل شيء. اهلا وسهلا لكل شيء. اكيد. وتيك كير، ستي ات هوم. ايه بالضبط، ستي سيف. وبنحبكم كثير، بنقول لكم سي يو ان نيكست فيديو. تشاو تشاو.